السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال، وكنشكر جميع المتتبعين الكرام اللي دخلوا عندي في الأول ولا في الوسط ولا في الأخير. الله يكبر بكم والله يكرمكم دنيا وآخرة، الله يسهل عليكم والله يوفقكم. كنشكركم من القلب جزيل الشكر بدون استثناء كاملين. الله يجعل ربي فيكم الخير والبركة وفي جميع المسلمين كافة أجمعين، الله يكثر خيركم. وكنتمنى الفيديوهات اللي كنقدم لكم يكونوا عند حسن الظن ديالكم وينالوا الاعجاب ديالكم، يكونوا في المستوى المطلوب، وطريقه الشرح ديالي حتى هي تكون في المستوى المطلوب. وديما عزيز العبدي جوجب. اليوم كيف ما كتشوفوا ثاني راني في الطبيعه، درت المقدمه، عندي تقريبا واحد الضيافه ديال 4 طوابل، عندي 12 طير باش نوريكم المكونات اللي غنخدم بها 12 طير والسفه، باش تعرفوا نتوما القياس ديال 12 طير تقريبا الا بغيتوا تطيبوا بحدكم بلا ما تحتاجوا لا الطباخه ولا الطباخ. انسان يتصرف يجيو ضيوف في الغفله ولا شي حاجه يكون مهم عارف حاجه وحده. نوصيكم المتسبعات، انسان ملي يبغي يدير واحد الحاجه يحيد الخوف من قلبه، يدير الزعامه في باله ويتوكل على الله، وراه كلشي الامور غادا تدوز زوينه. تبعوا وشوفوا الفيديو كامل باش تعرفوا المراحل، باش ملي تجوز يعني انسان ملي غيكتب لي في الكومونتير السفه مثلا واش درتي فيها الماء سخون او الماء بارد، راني الماء سخون اللي كنطيب فيه السفه، نفور فيه السفه هو اللي كنقلبوا عليها. هذه بالنسبه للطريقه ديال السفه ديال جوج فورات، اسرع سفه كاينه. غير تبعوا الفيديو مزيان ودقوا فيه وراكم غتعرفوا بالنسبه للمكونات اشنو هما اللي كندير وطريقتي في الطياب، وتقريبا باش الطريقه باش غنعرف اننا الدجاج راه طاب ما تفرتكش او ما غاديش يتفرتك. راه ساهل الدجاج، بالنسبه كاين الدجاج غليظ كيهز الطياب، الدجاج المتوسط شويه على حسب، الا كان الدجاج رقيق ما كيهزش الطياب. ديما الانسان عينه على الدجاج، راه ماشي غادي نحطوه حنا فوق الفرن او فوق الطنجره فوق الفاخر فرينا ونخلوه، لا كنراقبوه كنعرفوه. حنا بالنسبه لنا الطباخه كنخدموا بالحواس ديالنا كاملين، باش نكونوا واضحين، كنخدموا بحاسه اللمس، وكنخدموا بحاسه الشم، وكنخدموا بحاسه النظر، وكنخدموا بحاسه السمع، وعاد حاسه الذوق. انا كنقدر نسمع الطنجره كنعرف اشنو خاصها، واش باقي فيها الروا ولا ما بقاش فيها، يعني الروا هو لاصوص البلول. ملي كتوكح الطنجره كتعطي واحد النغمه، اولا ملي كتبغي تشيد كتعطي واحد الريحه، والريحه ديال الماكله خضراء ماشي هي الماكله ملي كتبدا تطيب او كطيب كتغير. هنا فين كيخدم الدماغ وكيخدموا الحواس، الانسان غير يحيد الخوف ويدير الزعامه في باله وراه الامور كلشي غادا تدوز. غتعرفوا طيبوا اللحم، وغتعرفوا طيبوا الدجاج، وغتعرفوا طيبوا الصفه، وغتعرفوا طيبوا اي ماكله في الدار بلا ما تحتاجوا حتى شي واحد. وكنشكركم كاملين، ندخلوا على المكونات ان شاء الله. ومرحبا بكم مع العبدي، قبلوا عليا، راني غير في الطبيعه وفي العروبيه، فين ما كانت المناسبات قبلوا عليا، هذا هو اللي نقول لكم، فين ما كانت قبلوا عليا. المهم المحتوى، المهم اشنو كاين، ماشي يعني الزمان او المكان. شوفوا الماكله اللي غنديروا حنا، المحتوى اللي خدامين لي انا، خدام على الطبخ، والله يسر حالنا وحالكم، هذا هو اللي كاين. بالنسبه للمصريه هو هذا كيف ما كتشاهدوا، حنا وجدناه، هذا هو المكان ديال العمل. كيف قلت لكم انسان ما يشوفش المقر العمل، المهم المحتوى. احنا اليوم لاعبين على الطبخ. بالنسبه للبرمه احنا درناها فوق الفرن، بالنسبه للطناجر هما مازال فارغين، غسلناهم وحطيناهم باش غادي نبداو نوجدوا في الاقامه ديالتنا. بالنسبه للطنجره اللي غادي ندير فيها 12 طير هي هذه، وبالنسبه للاخرينات كنطيب فيهم غير الصفه، ما كنستعملش البلاستيك لان البلاستيك كيعطي واحد الزفوريه في السفه. بالنسبه للعطريه كيف قلت لكم هي هذه، حاجتي في خرق ومعرق البزار، عندي هنا 4 العواشق ديال الماكله ديال الاكل كيف كنقولوا. الملعقه بعد الاخوات عقبوا على انني كنقول العاشق، العاشق حنا دينا عليها، وهنا في منطقه عبده كنسميو هاد الملعقه هي العاشق. وتحيه للاخت اللي ذكرتني بان بعض الاخوات العربيات انهم ما كيعرفوش
المعنى ديال العاشق، والعاشق عندهم معنى اخر. شكرا لك اختي. عندنا الضمه ديال الزعفران، عندي جوج عواشق ديال جوج معالق عفوا ديال المرزيه الدجاج، عندي جوج معالق ديال الاكل ديال السمن، وعندي اربعه المعالق ديال الزنجبيل او السكنجبير، عندي جوج دروس ديال الثومه، عندي خمسه الحامضات يعني خضرين باش غادي نطحنهم، وعندي ثلاثه مرقدين، عندي زيت العود، زيت الزيتون. بالنسبه للثومه كنطحنها في هذا مولينكس وكنصفيها مجلوفها، الجلوف كيبقاو في هذه الاله، ومن بعد العصير ديالها كيهود لتحت كتسهل عليا عمليه التنقيه. وهذه هي المكونات، ودابا على بركه الله وغادي نزيدو الربيع حتى هويا والبصله من بعد. كيف قلت لكم بعد ما كنطحن الثومه بمولينكس شوفوا شنو كندير ليها، كتسهل عليا، كنطحنها بالجلوف ديالها بعد ما كنغسلهم وكنديرهم بحال شكل العصير، كنحطهم في هذه الماكينه اليدويه. شوفوا الطريقه ديالتي اسهل طريقه، كنسهل عليكم العيالات وحتى الرجال، الناس اللي خدامين في الريستورون ولا في الاوتيلات عندكم يعني ضيق الوقت او مزروبين، هذه اسهل طريقه. هزي بتخيش شوف الطريقه كيفاش دايره، الجلوف كيبقاو الفوق والعصير كيهود لتحت. تعلموا من خوكم العبدي ورحموا لي على والديه. كنخوي واحد شويه ديال الماء بحال هكا كيف ما كتشاهدوا باش نغسلوا ديك الثومه تهود لتحت، يبقى لنا مجرد البقايا ديال يعني الجلوف ديال الثوم فقط. هزي بنت خيتي بارك ها انتم كيف ما كتشاهد ها العصير ديال الثوم كنضيفو على هاد المكونات. بالنسبة للربيع تا هو طحنته بمولينكس، عندي الماكينة الحادقة كيف ما كتشاهدو هي هادي، ولكن طحنته بمولينكس باش يعطي واحد النكهة زوينة، وكنغلب المعدنوس على القزبر، المعدنوس ديما في الدجاج كثير، وبالنسبة للحم القزبر يكون كسرة من المعدنوس. هنا بالنسبه للقمح حنا جمعنا لها العطريه ديال تاع السمن، السكنجبير، الضامه ديال الزعفران، المروزيه ديال الدجاج، المهم المكونات كامله، الثومه، الحامض خضر، الحامض مسير، ولكن ما كنديرش الملح، الدجاج كنطيبو غير بهذه القمه والحامض خضر والحامض مسير فقط. ما عمركم ديروا الدجاج فيه الملح لانه كيكون مغسول، وهذه المكونات اللي ذكرت لكم كتكون مالحه. ما بالنسبه للسمن وبالنسبه للضامات ما كثرتش منهم حيت ما عنديش الزعفران ضروريين باش نسمو الدجاج، الا ما تحزرش راه ما كاين والو، راكم كتعرفوا الاخوات هادشي. ودابا على بركه الله باش غنشرملو الدجاج ديالنا. دابا كيف ما كتشوفوا انا رديت الدجاج يغلى فوق الفورنو وغنزيدو الماء طايب. السر علاش انني كندير ليه الماء طايب باش دغيا يتجمع، ما يعني ما الدجاج ملي كنخوي عليه الماء طايب وهو في الاقامه سير بلاص كيتجمعوا ليا دوك الرجلين ديالو، يعني ما كيتفرقعش ليا من 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 الرجلين، ما كيتشتتش. هذا هو السر ديالي انا باش كندير هذا الماء طايب، وكيطلع ليا الغليه دغيا، ما كنكتبش الدجاج. السر ديالي هو هذا، كنهرس لي الصدر ديالو كيف قلت لكم، وكندير ليه الماء طايب باش كنمرق هاد الغليه اللي كيغلى فيها غير داك لاصوص اللي شرملتو فيه. هنا بالنسبه للزيتون انا سير كنسلق فيه كيف ما كتشوفوا، نطلع فيه جوج سلقات ولا ثلاثه على حساب الملح ديالته باش تحيد. عاد من بعد كندير لي لاصوص ديال الدجاج، وفي حاله سر من الاسرار الا لقيتو الزيتون فيه الملح ما بغاش تبعد منه، واحد الطوبه ديال السكر، طوبه ديال السكر ما تخليش فيه الملح، او بطاطا بالجلفه ديالتها طيب معاه. بالنسبه للسفه كيف ما كتشاهدوا هي عندي 4 كيلو معبوره، كل ميكه هنا فيها كيلو، فتقولوا لي باش كتخدم، كنقول لكم بالاتقان. هذه هي الاتقان. بالنسبه لنا حنا الحريفيه ما كنقولوش لهم اش تجيبوا، اللي جابوه لنا الحريفي الحر يزط في راسه، فاش المكان اتقان، الكرم، الزرده، داري، اي نوع كنخدمو انا ما عنديش مشكل فيه، ما بقيتش كنخاف منها، نتمكن من نفسي وعارف شنو كندير.
ها انتم تبعوا المرحله، شوفوني شنو غادي ندير. الفيديو غيكون طويل ولكن فيه الفائده. كنشكر الاخوات اللي قالوا لي راه جربنا الطريقه ديال الحريره بالسميده ديال الشعير ونجحات معاهم، وكنشكر الاخت اللي جربت الطرق هذا الحامض بالطريقه اللي درت انا والفلفله باللي درت انايا، حتى هي كنشكرها جزيل الشكر، وكنفرح وكترفعوا لي المعنويات ديالي باش نزيد نعطيكم ان شاء الله. ها انتم شفتوا بنت خويتي اشنو دارت. درنا السفه في الطنجره وخوينا فوق منها واحد المقدار ديال الزيت. عينكم ميزانكم تقريبا غادي ديروا تقريبا شي جوج كيسان ديال الاتاي ديال الزيت بالنسبه لي المره الاولى. كندهنوها مزيان وكنرجعوها للكسكس. ها انتم كيف ما كتشاهدوا دابا بعد ما فار غلات البرمه كنرد فيها السفه فوق الكسكس، وهذاك الماء اللي غادي تفور فيه هو اللي غادي نقلبوا عليها. ما كنخويش على ماء اخر وما كنخويش على الماء بارد. هذه اسرع سفه في التاريخ ديال الطباخه. بالنسبه للماء غادي تسولوني على شحال ديال الماء، الماء اللي غيتعوم فيه هذه السفه، يعني الماء يكون كافي، الماء يكون اكثر من السفه. دابا هنا باش غادي نوريكم الماء، شوفوا معايا الماء تنواصل. انا فت النص ديال البرمه، اللي انا عندي البرمه كبيره فت النص. كيف ما كان الماء فوق من السفه كيف ما مزيان، ثلاثه دقائق وكنرجع الكسكس كتصفر. الا الماء كان قليل كتشربوا ديك السفه وكتعجن. السر ديالها هو ان الماء يكون كثير باش تغسل وتحيد من هذاك النشا. وتبارك الله على بنت خويتي، وتبارك الله على المتتبعين. الله يفرحكم كما فرحيني واقفين معايا، الله يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب. بالنسبه للبصله هانتوما كيف ما كتشاهدوا درتها على شكل تفايه، ما درتهاش بالحادقه، درتها بهذه الطريقه يعني ديالت الناس زمان. هذه اللي كنت كندير انا في الاول، علاش ملي ولات الحادقه وليت كنخدمها بها، يعني لضيق الوقت والزربه ديال المناسبات وكتعرفوا. دابا بما انه عندي الوقت اني خدمتها بهذا الشكل، بعد ما يطيب لي الدجاج عاد غادي نحيدو ونرميها. البصله ما كنطيبهاش مع الدجاج باش ما تدخلش وسط منه و سميتو وتبقى خضراء. هذا الشيء علاش دابا غادي نوض نخرج الدجاج وندير ليه زيت العود. بنت خويتي هاهي سيره كتخرج في الدجاج، المتتبعين راه كيسلموا عليك بنت خويتي. وقولي حتى يسمعوك. الله يسلم عليهم خير ورباح، الله يعطيهم صحيحتهم. امين. وعاونوا عزيز الله. امين امين. قالت لكم الله يعطيكم صحيحتكم لانكم معاونين مع عزيز. الله يكبر بك بنت خويتي، والله يكرم المتتبعين كاملين، ونتمنى الفيديوهات ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وطريقتي في الدجاج ديال 12 طير حتى هي ترضيكم وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. بالنسبه للاضاءه شويه عندي ضعيفه لان دابا طاح الليل، عندي الضيافه ديال سميتو جايبين عروسه، الله يثبت الغرس. ومعنا كاين ما كاينش بزاف الناس راكم عارفين، يعني 12 طياره باينه راه محسوبه. حاسبه راسها شحال من طبله، اربعه الطوابل عاطيه. بالنسبه للدجاج كتقول لي واش ما كتقلبوش الدجاج؟ ما كنقلبوش، الا بقى كيتقلب الدجاج كيتخسر ليه الجلده ديالته وكيتفرتك ليكم. انا كنديرو على صدره من الديبار وكنعطيه المرق الكافي لان الظهر ديالو ما فيهش اللحم، دغيا كيطيب غير بالفابور. هذا علاش انا ما كنقلبش الدجاج، اون فوا كيطيب كنحيدو بخير وعلى خير. خويا بنت خويتي دابا بنت خويتي باش غادي تفرغ الزيت، 12 طير تقريبا عندي شي رابعه ديال الزيت العود، كندير فيها رابعه ديال الزيت العود، راه باينه رابعه راه محسوبه ومعروفه. هنا بالنسبه للسفه هانتوما كيف ما كتشاهدوا هي كتفور، كنغطيها بواحد المنديل زيف صافي، وكنخليها يرجع على داك الفابور ديالها، وتقريبا كنطيبها واحد ثلث ساعه بالضبط، ما بين ربع ساعه ثلث ساعه على حسب النوعيه. صافي وكنفرغها في الطنجره وكنقلب على داك الماء الطايب ديالها اللي فارت فيه اللي في البرمه كيف ما كتشاهدوا، يعني
الماء اللي كاين هنا في هذا البرمل هو اللي كنقلبوا فوق منها، وراه تقريبا الشرح كيبان لي واضح. هنا الزيتون صفيت ليه المره الاولى الماء وعاودت ليه المره الثانيه، بما ان الزيتون عندي مالح غادي نسلقو ثلاثه المرات وغنلوح لي طوبه ديال السكر. هنا بالنسبه للقناصي ها مرضيتهم كيتسلقوا، درت فيهم سميتو درت فيهم واحد الدرس ديال الثومه، ودرت فيهم واحد شويه ديال السكنجبير وواحد الطرف ديال الحامض نص حامضه تقريبا، وخليتهم ودرت فيهم واحد الكعبه ديال الضامة الزعفران، خليتهم يتشحروا يعني يتسلقوا، باش ملي يتسلقوا غادي نشدهم نصفيهم ونغسلهم مزيان. علاش حنا كنسلقوهم؟ باش يساعدونا في التقطاع، وكيكونوا انهم طابوا ملي كطيب ليا ديك الدغميره في الاخر ونعسل ديك البصله تنطيحها صافي، يعني حتى كنقرب الحطان عاد كنرميهم، نديهم ونجيبهم وديك ديك البصله باش ديك الكبده تاخذ ديك لاصوص وتعطي لاصوص المذاق ديالها. وهنا معكم ان شاء الله، تابعونا ان شاء الله حتى الاخير. دابا كيف ما كتشاهدوا السفه هي فارس، دابا حنا باش نقلبوها قلبها بنت خيتي باش المتتبعين يشاهدوها مباشره. شوفوا كيفاش غادي نقليها، انا ما غنوقفش الفيديو. شوفوا الكسكاس ما ملصق ما والو، اسمحوا لي على الضجيج ديال الوليدات، راه حنا في مناسبه وما درتش تركيب الصوت. دابا الماء هو هذا كيف ما كتشاهدوها، هو كيتجالب. بلاتي بنت خويتي سيري، بسم الله بسم الله بسم الله، ردي بالك. شوفوا الماء كيفاش طيب، هذا هو الماء. هنا باش غادي نزيدوا عليه الملح، واحد شويه ديال الزبده. شوفوا الملح دابا كيفاش كنديرها والزبده، كنحركها تقريبا واحد المده ديال 3 دقائق. الا كانت السفه رقيقه 3 دقائق، كانت غليظه غتخلوها تقريبا حتى 5 دقائق. شوفوا الماء كيفاش كيلعب فوق منها، السر ديال انها باش ما تعجنش لكم وما تخافوش منها هو الماء يكون فوق منها، ما يكونش الماء قليل. دابا باش غادي نقلبوا السفه ديالتنا في الكسكاس، هزي بنت خويتي معايا، هزي. بسم الله بسم الله بسم الله. شوفوا الطريقه كيفاش، شوفوا المعاناة ديال الطباخ والصهد كيطلع لينا على وجهنا. قولوا الله يكون في عون اي طباخ. دخلت عليكم بالله المتتبعين، اللي عنده شي مناسبه وجاب شي طباخ ولا شي طباخ احسن به، الله يكون عون، الله يكون في العون ديالو، لانه كيطوف وسط العافيه وسط الخطر باش يرضي الناس ديال المناسبات. شوفوا دابا كيفاش درت ليها، ها انتوما بالنسبه للصفه هي هادي، ما معجنه ما والو. 3 دقائق دابا هادي درتها بالضبط، لان عندي هاد الماركر رقيق شويه، فهمت. ومن بعد غادي نرجعها للطنجره. شوفوا كيفاش دابا كتسقطر. هنا باش غادي نفرغوها في طناجر، غنقسمها على هاد جوج طنجرات باش تعطيني اتساع فين تبرد. شوفوا كيفاش بنت خويتي غادي نفرغها في طنجره. كي قلت لكم انا ما كنخدمش في البانيوات ديال البلاستيك، لا السفه لا الكسكس ولا السفه الروز، كنخدم في الطناجر الالمنيوم نقيين محكوكين، ما عنديش مشكل. بالنسبه للبانيوات كيطلقوا السفر واحد الماده مسرطنه، ما كنبغيش التقليد يبقى عليا. هنا باش غادي نزيدها كي قلت لكم الزبده والسنيده ولافاني بيضاء، السفه ديال مولين بكري بلا حليب نيدو بلا نيسلي بلا حتى شي حاجه، داكشي كله انا المهم انا ما كنقبلوش، انا غادي خدام على الطبخ التقليدي البلدي، بريستيج كنحاول نبعد منه باش الصحه ديال بنادم تبقى سليمه. اللي كان يقول الله يرحم الوالدين. شوفوا راه كندير انزه البيضاء ديال الحلويات. تبارك الله على بنت خويتي، و تيقوليها و غوتي الله يزيد من برانك و ربي يعزيز و الله يسهل عليك. امين امين امين.
امينه بنت خويتي. شوفوا دابا كيفاش كدير لها بنت خويتي. حنا دابا باش غادي نزيدوها الزبده هنا بالنسبه للماء هو هذا اللي تصفى كيف ما كتشاهدوا. ها انتوما حيد منه داك النشا وداك الزبده اللي غسلناها فيها و... يعني باش تنقات. الا كان الماء قليل كيف قلت لكم صفه كتعجن صفه في جوج فوراس ما تخافوش منها على ضمانه العبدي. جربوها وردوا عليا الخبر. التليفون راه محطوط في القناه. اللي صدقت ليها ترحم ليا والديا واللي ما صدقتش ليها راه لها واسع النظر. بالنسبه للصفه انتم كيف ما كتشاهدوا ها هي يا فركات وبردات. سمعوا العيالات اش دايرات الصغاريس فرحانات. الله يثبت الغرس لجميع البنيات والوليدات المسلمين يا ربي. هادشي اللي كنطلب. هنا بالنسبه للدجاج هو طاب كيف ما كتشاهدوا. كي قلت لكم كنورك عليه هنا يستدرو يدخلوا صباعي الدجاج طاب. دابا الدجاج ان شاء الله باش غادي ننزلوه حتى هويا. بنت خويتي هنا باش غادي دير الزبده بعد ما دارت السنيده. اي زبده انا كنخدم بها ماشي سنترال ولا جوده ولا اللي لقيتو اي حاجه والله العظيم الا ديال البواطات الا كتجي رائعه وكتجي بنينه. كذب عليكم كذاب. جربوا اي حاجه. احنا دابا في العربيه ما عندناش الزبده ديال سنترال. مين غنجيبوها؟ اللهم نخدموا باللي واجد. هنا كنظن سالينا من موضوع الصفه ما بقيناش نخافوا منها. اي وحده عندك ضيافه او عندك مناسبه هانتم الصفه كيفاش دايره. الصفه بطريقه ديال العبدي هانتم ما تقولوش ديال تعجنات ولا الوقت. الحرب اللي كانت حارب الطباخه مع الوقت يا سلام. كنحاولوا بما امكن اننا نتحاربوا معاه ونخلوش يغلبنا. ديما ملي كيجيو المناسبه يقول لي وجدت سي عزيز كنقول له مرحبا موجود. كنتحارب انا العدو ديالي هو الوقت. كنسبق الساعه ماشي الساعه كتسبقني. ودابا باش غادي نحيد الدجاج كيف ما كتشدوا بسم الله. شوفوا كيفاش كندير لي المصورة هي بنت خويتي اليوم. تبارك الله على المصورة ديالنا. تبارك الله عليك. ايوا نكمل الدجاج وانا معكم ان شاء الله. بالنسبة للدجاج انا كملته كيف ما كتشاهدوا في التحياد. زيد بنت خويتي دابا باش غادي نديرو البصله. كي قلت لكم تفاهي هانتو قبلوا على الفيديو اليوم. الاضاءه ناقصه عندي البوله الصفراء ومخدم غير الفلاش ديال التليفون. والله يجازيكم بخير والله يخليكم ليا المتابعين الكرام. دابا كي قلت لكم اري لاروش ديال العوده بنت خويتي. هنا باش غادي نخلي هاد البصله تشحر في هاد لاصوص اللي طيبت فيه الدجاج. وكيف شفتوا انا راني ما قلبش الدجاج. دابا باش غادي نحرك هاد البصله مره نراقبها ونحركها نعطيها التحرك. سمعوا العيالات اش دايرات المتتبعين مرحبا بكم معنا. وهنا دابا الدجاج هو درناه باش غيبرد يشرب شويه يجمع وغادي نديرو في اللاطه نحمرو. باش نخليكم تسمعوا المتتبعين مرحبا بكم والف مرحبا وما لا كاع الحد.
الله يفرحكم في وليداتكم. بالنسبه للقناصيه ما بعد ما سلقناهم قطعناهم كيف ما كتشاهدوا هنا درنا بالنسبه للماء كنديروا ماء جديد ماشي اللي فورنا فيه صافي هذاك رميناه اللي عومنا فيه الزفه وبعد ما صفيناها حيدناه درنا ماء جديد اللي غنطلعوا فيه الفورات الثانيه من الكسكاس للطبسي. بالنسبه للتغميره هانتوما كيف ما كتشاهدوا ها هي طاحت البصله دابا باش غادي نزيدوها هاد القناصي اللي كان اللي درنا انا قلت لكم علي اليمين تنخلي كل شيء طيب عيالات ورجاله ما بقيتو تحتاجوش حتى العزيز العبدي كاع يطيب لكم ومرحبا والف مرحبا. عطوها غير التحراك حتى تطلابق. بالنسبه للزيت دابا باش غادي نزيد الزيت العود انا ما كنخدمش الزيت الرومي العاده واللادود ديالي هو الزيت الرومي كنخدم به السفله فقط. بالنسبه للحم كنديروا كي قلت لكم بالزبده والزيت العود وبالنسبه للدجاج كنطيبوه بالزيت العود. بالنسبه للدجاج كيف ما كتشاهدوا انا كنحمرو غير تحت الفرينه كيف ما كنقول لكم شوفوا الشكل ديالو اللون ديالو. بالنسبه للفرينه راه بعيد الظهر ديالو ها انتم كيف كتشوفوا انا قربت لكم الكاميرا. وبالنسبه للفرينه راه في الوقت اللي كترشى مثلا وكنحس بها ما بقات صالحه كنبدلها كنعاود نشري فرينه اخرين ونعاود ندير نصاوبهم ندير المرجلين. اشنو هما الفرينات انا كناخذ غير القيعان ديال البرميل القاع اللي ما عندوش البوشونه باش مع العافيه ما تطيحش لي ديك البوشونه ولا يطيح لي الرماد. هذا هو السر ديال العبدي بانه باش كيحمر الدجاج تحت الفرينات. منها صحي ومنها بنين ومنها لذيذ. ما كنبغيش نحمر في الفران ريحه الغاز وما كنبغيش نحمر في الزيت باش ما يمشيش منه داك الطعم ويولي ماده مسرطنه. طياب بلدي على حقه وطريقه هادشي اللي كنا كنعرفو مع والدينا وجدودنا وكنديروا هذا الطبخ حتى في المدن. بالنسبه ليا ملي كنخدم في القاعات حتى هو نفس المشكل كنديروا. الدغميره هي كيف ما كتشاهدوا هي تعلكت دابا حنا بدينا كنحطو كيف ما كتشاهدوا دير كلشي بشي كبيره والله يثبت الغرسه ودي سعد حق الله يكمل بخير تبارك الله على مولاي الله يبارك فيك سعيد الله ييسر لك الله يكمل بخير الله يكمل بخير بعد ما حطينا الدجاج كيف شفتوا دابا حنا السفه سايره كتسخن باش غادي نهزوها من الكسكاس. شوفوا كيفاش دايره ما معجنا ما والو. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم يكون عند حسن الظن وكنشكركم جزيل الشكر. كنشكر جميع الناس اللي وقفوا معايا في هذه القناه الله يكبر بكم الله يكثر خيركم الله يسهل عليكم. وهنا بالنسبه للكاوكاو هانتوما كيف ما كتشوفوا طحنتو بالحادقه كنسرقو ونطلع فيه السلقه ونغل اسمه ونصفيه ونعاود نقليه بالزيت نحمر شويه ونطحنو. ودابا خلطت معاه القرفه درت معاه القرفه هذا اللون باش يجي لون مارو ما يبقاش غير مذهب باش يعطيني واحد اللون زوين في السفره الابيض مع المارو كيعطي واحد الرونق. كيف الجلابه الا كانت باج ومخيطه بالمارو او مارو مخيطه بالباج يعني باش كتفتح النظره كنقولوا حنا النظره. احنا بدينا كنصوبوا في السفره كنهزوا فيها من الكسكاس كيف ما كتشاهدوا تبارك الله على بنت خويتي الله يبارك فيك الله ينورك بارك زيدين زيدين العيل اللي كتاكل
العين اللي كتاكل صافي. العين اللي كتاكل كل خير وفي محاله الحمد لله. الله يكبر بك، ترحب بك الجنه ودير صحه الحق، الله يكمل على وليداتك بخير. نتمنى تخرج لكم هاد العروس اللي جينا لكم في الدم ان شاء الله، وما تحاشناش. هذه هي طريق فعز العبدي، بارك بنت خلت. شتوها كيفاش؟ جوج فورات هانتم، ها جوج فورات، ما ملصقة ما معجنة ما والو. ها يا خيتي شحال باردة، تبارك الله على بنت خوتي، الله يصلحك، الله يعطيك صحتك، الله يصلح لك بنياتك، الله يخليك ليهم. داعوا مع بنت خوتي المتتبعين، الله يكرمكم. راه منها مرا منها راجل أرمالة واقفة على الوليدات على اليتامى، وحنا جارين معاها، كيف كنقولوا حنا جارين معاها. الله يعطينا حنا مناش نعطوا، الله يجود على جميع المسلمين، هادشي اللي كنطلبوا. هذه طريقتي بلدية، خدمة بلدية، ما كاين لا زواق لا والو. زيد لهم كاوكاو بنت خوتي، شتو الشكل ديالها، باش كلشي ياكل كاوكاو، ماشي تحط الفوق أو تبيص لها شي يجر وشي ما يجرش، راكم عارفين العادة اللي كتكون. تبارك الله عليا، تبارك الله وصلى على النبي. الله يفرحكم في وليداتكم المتتبعين، والله يكرمكم دنيا واخره كما كرمتوني وفرحتوني وهزيتو بيا. الله يهز علامكم ووقف، الله يعلي شانكم ووقف علامكم واش قال هذاك وزين مقامكم. الله يصلح لكم تريكسكم وجريسكم، وتبارك الله عليكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله في قناه الطبخ مع عزيز العبدي.